أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أكلف عليكم، أنا ما أشوف فراغ بالمجلس بس ما يخالف إذا تقدر وانت قاعد جزاك الله خير شوية إلى الأمام مع الصلاة على محمد وآل محمد إذا تقدر. أي والله مأجورين إن شاء الله مأجورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين، حبيب إله العالمين وسيد النبيين أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. سلام الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، سلام الله عليك سيدي يا سفينة النجاة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبكي حفيد المصطفى وشبيهه، أي والله صعب مصاب الأكبر، أبكي حفيد المصطفى وشبيهه، خلقا وخلقا من سلالة هاشم أنا لست أنسى، يومه في كربلاء لما تقهقر عنه جيش الظالمين، ترك ابن غانم وهو فارس قومه. ارسم ارسم شجاعة علي الأكبر. ترك ابن غانم وهو فارس قومه، ملقى على الرمضاء وليس بغانم، ولوايا عنان جواده نحو الخبا، وبقلبه حر الظما كالصائمين، ودعا أباه يا سليل محمد يا روح حيدرة ومهجة فايا قل أبويا يا اروي ضمايا بشربة يا والدي، بويا تعبان بويا قاتلت بويا الشمس بويا الحديد، يقل اروي ضمايا بشربة يا والدي يا والدي،
حتى أعود إلى الكفاح القايا يا حتى أعود إلى الكفاح القائم فمضى فمضى ولاقى حتفه من حينه لكن بثغر للمنية بايا آه لله صبر السبط لما عاينت عيناه يا بلما عاينت عيناه ذاك الشبل تحت مناسمي أبني ناداه على الدنيا العفا ايه مني ولست على الحياة بنا يا ادمي وقف يم وليده بمصرع الرمق الاخير يقول من شاف علي هاجت احزانه قعد يما يقل حسين انا بويا دعيتني وصحت ابا حسين ادركني انا جيتك يمك من شاف علي هاجت احزان قعد يما يقل حسين انا بويا يا شبل المصطفى المرتفع شانه دحاجين ترى قلبي تمرد يا ابويا عسى قلبي قبل جسمك تصواب عسى جسمي قبل جسمك توذار اصد عنك يا ابويا شلون مقدايا على الدنيا العفا بعدك احكيها قولها ويا امامك ياه على الدنيا العفا بعدك يا لك بايا انا ولا اشوفك نصب عيني ممدد يا ابويا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال فإنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا صدق الله العلي العظيم على حب الزهراء ارفعوا أصواتكم بالصلوات على حب محمد وآل محمد ثانيا وثالثا بأعلى الصلوات أيها الإخوة بحثنا هذه الليلة عن علامات الظهور عن علامات ظهور إمامنا الحجة عليه السلام وهذا الموضوع من المواضيع حقيقة المهمة جدا وهي سلاح ذو حدين يعني لمن أتقنها
اللي يتقن يسولف عن علامات الظهور ويتقن شلون يقرأ علامات الظهور ينجو قطعا، تصير عنده حصيلة من المعرفة بمستقبل إمام زمانه وتحركات الوضع بشكل عام، فهذا الأمر يساهم بنجاته عقائديا وحتى بدنيا، هم ينجو من الموت، من الحروب، من الفتن. وسلاح ذو حدين، إذا واحد ما يتقن هذا الموضوع، ما يتقن القراءة في مواضيع علامات الظهور تحديدا، قد يشتبه عليه الأمر ويظن فلانا هو الشخصية المذكورة بالروايات ويمشي خلفها أو يعتقد بها، وبعدين لما تطلع مو هي هاي الشخصية ينصدم، يصير عنده ردة فعل. ولكن بشكل إجمالي، بشكل عام، فوائد علامات الظهور أنا ألخصها بثلاث نقاط. أولا إخواني، الحديث عن علامات الظهور هو نوع من الحديث عن مستقبلنا، صحيح؟ عن مستقبل البشرية الذي، هنا بين قوسينها كلش انتبهوا لها، عن مستقبلنا الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو من الذي تحدث عن علامات الظهور والمستقبل؟ رسول الله. فأنت إيش قد تصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعتقد بصدق علامات الظهور وتترقبها وتنتظرها، ليش؟ لأن اللي حكاهن صادق أمين، رسولك صلى الله عليه وآله، أئمتك عليهم السلام. فالحديث عن علامات الظهور هو نوع من أنواع التقوى، التصديق برسول الله وآله عليهم السلام. واي من الروايات حصلت، قالوا وصارت وقعت، احنا اعتقادا بأن هؤلاء لا ينطقون على الهوى، زين، نتدارس علامات الظهور. ثاني فائدة، انت الآن وأنا نبتلى في كل حقبة زمنية تقريبا بناس دجالة وقاتة توقت وكذب الوقاتون، أو يستثمر هذه القضايا في الدجل، يدعو إلى نفسه، يدعو إلى شركته، يدعو إلى حزبه تحت غطاء علامات الظهور، المهدي قريب، أنا الفلاني، أنا الفلتاني، أنا العلاني. فواقعا إحنا نبتلى، شبابنا يبتلون، كثير من عندنا ما عنده ذيك المعرفة وذاك الحصيل العقائد المهم الرصين، فتشتبه عليه الأمور، تختلط عليه الأمور، يتيه مع الدجالين أو خلف الدجالين والوقاتين ويروح يخسر دينه. الأسهل، الأصعب طبعا يخسر دينه، الأسهل يمكن يخسر عمره، صحيح؟ عمره يخسره، يروح فتنة من الفتن وخلص، من يذكرك، من يدري بيك. نستجير بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامة في الدين والدنيا. ثالثا إخواني، هذا النص اللي رتلت على أسماعكم بين موسى والخضر، شوف هذا أرد استثمره فائدة من فوائد الحديث عن علامات الظهور. موسى عليه السلام، وهاي القصة اللي بيها أسرار عجيبة، هاي القصة، قصة موسى والخضر ما تخلص. أول ما التقوا، بغض النظر عن القصة هواي بيها تفاصيل، بس هذا هنا شاهدنا هنا، أول ما التقوا موسى عليه السلام قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أرد أتبعك، أسير وياك، تعلمني من اللي أشياء اللي تعلمتها أنت، الأسرار اللي عندك يا الخضر، أرد أتعلمها مما علمت رشدا. فورا الخضر قال له: إنك، قال فإنك لن تستطيع معي صبرا. ليش يا ولي الله يا الخضر، ليش عللنا، اعطينا تعليل، ليش عود ما يقدر؟ موسى كليم الرحمن، ما يقدر يمشي وياك، ما يقدر يجاريك. قال السبب هذا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. الله أكبر، ابن آدم، إنسان، أي واحد من عندنا ما يقدر يصبر على شيء ما يعرفه، الناس أعداء ما جهلوا، صح لو لا؟ ما يقدر يصبر على شيء ما يعرفه، جندوب. شايف انت ذا تمشي لك وي اثنين وبيناتهم سر، تقدر تواصل وياهم ورا ساعة؟ صعب جدا. مسافر وياهم مثلا وبيناتهم سر، ها قال له ها شنو ها ها، تحس
تحس نفسك انت يعني بالمكان الخطا، شوف لك عذر في مال لا عمي عذروني، ما تقدر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ واحد يقول لك امشي وياي يومين ونرجع للبيت، ما تقدر تقول له ايه يلا وين، صح لو لا؟ ما تقدر. وين رايح؟ لا لا هيك بعدين اقول لك. لا عمي اعذرني ما اقدر اروح. شنو بعدين اقول لك؟ قل لي شنو، وين رايحين احنا؟ فما يقدر الانسان يصبر على شيء لم يحط به خبره، هاي قضيه بديهيه. انا وياك اذا ما نحيط خبرا بعلامات ظهور المهدي عليه السلام ما نقدر نتبعه، ما نقدر ننتظره، لا اقل هسه بعد ما طال حتى نتبعه، بس ما نقدر ننتظره. شلون ننتظره واحنا كل شيء ما نعرف عنه، كل شيء ما نعرف عنه، بعيد قريب، راح يطلع اكو احتمال يطلع لو لا. فهذا اخواني جواب للسؤال الاول، وهو سؤال مهم جدا، شنو جدوائية البحث في علامات الظهور؟ ذن الثلاث نقاط، ذن الثلاث نقاط، احنا ليش نبحث في علامات الظهور؟ ثانيا علامات الظهور، علامات الظهور متناسقة متابعة بعضها مع بعض، يوم تنثرة قبل 300 سنة صارت علامة مثلا، وراء 200 سنة تصير علامة ثانية، هتشي الحكي وشلون؟ لأن بعض الناس قلت لك وراح أعيدها، قلتها بالنقطة الأولى وسراح أعيدها، بعض الناس من يقرأ العلامة ويشخص هو في فهمه أنه هاي العلامة هسة جاي تتطبق، وليكن مثلا السفياني مثلا قرأ عن السفياني فشخص هو بباله قال والله يمكن الشخصية الفلانية هي السفياني، طلع مو السفياني، يصير عنده ردة فعل يشكك بالعلامة كلها أو حتى يشكك بالمهدي كله عليه السلام، يقول أصلا مو صحيح القضية، إيش قد انتظرنا أنت؟ إسقاطك للعلامات على أرض الواقع ما كان صحيح، الخلل يمك مو يم العلامة، ملتفت شلون؟ العلامات بشكل عام، بشكل عام فيما نحن فيه تنقسم إلى أنواع، وياي بعد شباب وياي، تنقسم علامات الظهور إلى أنواع. أكو نوع من عدهين بعيد عن حقبة الظهور، حقبة الظهور هسه احنا ايش قد صار للإمام غايب؟ أكثر من 1000 سنة، غض النظر 1200 وشوية، نقول 1000 سنة، مو 1000 نطيها عدل 1000 سنة. أكو علامات الأئمة عليهم السلام سولفوا عن أول 100، أول 200 سنة، أول 500 سنة، ملتفت؟ بعيدات. إذا نفترض هسه راح يطلع الإمام المهدي مثلا، نفترض اللهم عجل له الفرج، أكو علامات تحكي عن سنة الظهور، هذا نوع ثاني من العلامات. أكو عندنا علامات تتحدث عن حقبة الظهور، مو عن سنة الظهور، لا عن مثلا آخر 100 سنة، آخر 100 سنة تعتبر حقبة، مو لو لا، جيل الظهور، ما أدري ملتفتين لي لو لا، جيل الظهور هذه 100 سنة، ينولد واحد وعمره 100 سنة يتوفى، هذا جيل، جيل واحد هذا زين. فافترض أنه الإمام يطلع بهاي 100 سنة، هاي 100 سنة اللي هي حقبة الظهور هم إلها علاماتها الخاصة. نوع آخر من العلامات، أكو عندنا علامات تتحدث عن أشياء تتكرر من زمان لآخر زين، مثلا تمتطي ذوات الفروج السروج، ممكن تتكرر هاي قبل وهسه وباكر وعقبه، يعني ممكن تصير. فواحد قبل 50 سنة شاف هاي العلامة طبقت، قال المهدي راح يطلع، ورا 50 سنة اختفت هاي الظاهرة، نسوان طلع قرار مثل عالمي ممنوع سوقا مثلا زين، شو يسوي؟ قالوا معود شذي بهاي الحكي، ملتفتي لي اخواني ولا؟ وهكذا وهكذا وهكذا. اكو علامات لا تختص بسنة الظهور نفسها، سنة الظهور مثلا اللهم عجل له الفرج كمثال، كذب الوقاتون ما نوقت احنا، بس نقول مثلا 2023، هاي 2023 الها علاماتها الخاصة. الارد اقوله شنو؟ الارد اقوله اكو بعض الناس حتى من الدارسين
اللي يدارسون علامات الظهور يجي يخلط ما بين العلامات اللي قابلة للتكرار من بين زمان وآخر وبين العلامات اللي هي بعيدة عن الظهور وبين العلامات اللي تخص حقبة الظهور وبين العلامات اللي تخص سنة الظهور تنمرد عدة سالفة كلها واضح؟ بشكل عام أغلب الروايات اللي إجتنا تتحدث عن علامات حقبة الظهور وهي هاي أهم العلامات أهم حتى من علامات سنة الظهور أهم من علامات سنة الظهور علامات يا هي حقبة الظهور الحقبة اللي هي قلت لك جيل فستين سنة مثلا كمثال أقول مئة سنة مثلا هذني الحقبة اللي راح يطلع بها الإمام هاي أهم حقبة تحدثوا عنها آل محمد عليه السلام هاي تبدي شوية 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 تثخن تبدي بعلامة اثنين ثلاثة بعدين تثخن تصير العلامات تتابع يوصفونها الأئمة عليهم السلام عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وعندنا رواية عن سعيد بن المسيب عن أحد المعصومين وعندنا رواية عن الحسين عليهم السلام أجمعين كلهن موجودات بكتاب الفتن معجم أحاديث الإمام المهدي هذا كتاب قيم موسوعة قيمة جدا مصادر سنة وشيعة ذاكرين كلهم يقولون الأئمة عليهم السلام من يحجون عن هاي العلامات يقولون عنهن آيات متتابعات نظام كنظام الخرز نظام الخرز شنو؟ السبحة السبحة وتنقطع أول شيء جنك متابعات صح لو لا بتتابع بعدين تقدر السيطرة عليهن لو طشن ما تطلعن عن السيطرة الندي هذا البليغ الأئمة المعصومون هيك قالوا لنا قالوا نظام كنظام الخرز هاي الحقبة مال الظهور من يجن بحيث تطلع الأمور عن السيطرة شوية 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 لأن تطلع عن السيطرة تماما ملتفت أكو تعبير نبوي حقيقة هواي تعجبت من قراءته والله وبمدلول عميق جدا أقدمه إلى أحبابنا منتظري الإمام الحجة عليه السلام يقول النبي وصف هاي الحالة حالة تتابع العلامات انقطاع الشسمه يقول هذا النظام بالي الخيط يعني الخيط رقد تعبان نظام بالي فهذا النظام البالي لمن ينقطع اشبيها الخرز تنتشر زين تنتشر شو يريد يقول النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول النظام في آخر حقبة قبل الظهور يبقى نظام صارم يبيد وينفلت وينتهي ينتهي يا نظام شيخنا الأخلاقي إيه يا نظام شيخنا السياسي إيه أكو علامات تحكي عن انفلات النظام الأخلاقي علامات تحكي عن انفلات النظام السياسي وعلامات تحكي عن انفلات النظام الكوني ما رأيكم حتى النظام الكوني ينفلت أكثره أكثر الأنظمة الكونية تنفلت شلون؟ هذا يراد له شوية يعني أنا وياكم دقة ومجارات نوعا ما شوية بهداوة شوف إخواني الله سبحانه وتعالى قال لنا بالقرآن الكريم بأكثر من آية مو آية واحدة آيات قال إذا عقائدكم تصير صحيحة وأخلاقكم تصير صحيحة الكون يسعدكم يصير كون سليم مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا شو لها علاقة آمنوا واتقوا البركات تنزل من السماء لها علاقة ظهر الفساد هاي بالعكس ظهر الفساد في البر والبحر بمن بما كسبت أيدي الناس يعني إذا فسدت أخلاق الناس النظام الكوني يبقى زين لو يفسد وبالتالي العلامات بالضبط نفس الشيء من تفسد أول ما تفسد العقائد وعقائد الناس تخرب تبدأ تطلع فتن ودجالين
ومدعي مهدوية، هيك الروايات قالت إنه زين أكثر من ما أدري كذا مدعي مهدوية يطلع يقول الإمام عليه السلام آخر الزمان، حتى تشتبه الأمور على الناس. زين أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، وهكذا علامات الانحراف العقائدي. من تنحرف عقائد الناس الأخلاق تبقى وتنحرف، لأن هو اللي لازمك شنو؟ اللي لازمك أخلاقيا الدين، حرام وما يصير ومكروه ومستحب ذني. زين ليس بين العفاف والفسق حد كالذي شاء وضعه الأنبياء. فإذا لم يكن عفاف وفسق لم تكن حشمة ولا استحياء. إيليا أبو ماضي يقول قصيدة العجيبة حقيقة، فلسفة حياة، فلسفة واحد تايه يعني التايه بحياته يقرأ له. زين لا تسلني عن السماء، قصيدة لا تسلني عن السماء، فما عندي إلا النعوت والأسماء، هي شيء وبعض شيء وحينا كل شيء وعند قوم هباء، فسماء الراعي كما يتمناها مروج فسيحة خضراء، تلبس التبر مئزرا ووشاحا كلما أشرقت وغابت ذكاء، وهي عند الأم التي اخترم الموت بنيها موضع لا ينالهم فيه ضيم ولا نكراء، أو هالشكل، وهي عند الكذا عند الخليع أرض كهذه الأرض لكن تميس فيها الحور وتدفق الصهباء. زين كل ما تقصر المدارك عنه كائن مثل ما الظنون تشاء، كل واحد بكيفه. هاي الحيرة اللي جسدها الآن الشاعر هي العلامات، تقول آخر الزمان تشي. من تفسد العقائد تفسد الأخلاق، إذا تفسد الأخلاق والعقائد النظام الكوني هم يبدش بيه يفسد. زين فكم رواية عن آل محمد عليهم السلام، النبي الأكرم قال آيات متواليات. شوف هاي يتحدث عن يا علامات، يا علامات، لا الحقبة، لا تقل علامة، كلهن علامات ظهور، البعيدات وسنة الظهور والمتكررات وشنو حقبة الظهور، نال حكي عن الحقبة. شون عرفت إن شيخنا من علامات الحقبة؟ لأنه يربطون الأئمة بين هاي والوراها، بين هاي وراح وراها تطلع ملتفت. هسه راح أجيب مثال، هسه راح أجيب بس أقرأ الأحاديث أجيب مثال. منظومات كنظام الخرز فليرتقبوا عند ذلك، يرتقبوا مو يطلع المهدي لا بس يرتقبوا. شنو الفرق بين طلع ونرتقب طلوعه؟ يعني سنة الظهور لو حقبة الظهور، حقبة الظهور يرتقب، ارتقب انت الآن ارتقب، يعني جي اترقب خطارك، يعني وصل له بعده بس يوشك أن يصل، صح؟ يوشك أن يصل، ارتقب بعد، خليك على حذر، انتبه، اصحى. النايم الغفلان أبو الذنوب أبو المعاصي أبو الشهوات، رسالة من منبر الحسين عليه السلام، انتبه انتبه، انت مو بزمن الحسن العسكري ولا بزمن الإمام الجواد حتى مطمئن، انت في زمن الإمام الحجة المهدي وفي أواخر غيبته الكبرى، انت في آخر الزمان، ماكو وراك بعد، اكو نبي يبعث؟ لا، ايش منتظر يعني؟ لا يضحك علينا اخواني، انا العام بهذا المكان سولفت عن احترام الغربيين التراثهم الديني وشلون يسوون مسلسلات وافلام وندوات تثقيفيه، وتحدثت اليكم عن معركه هرمجدون، صح لو لا؟ شلون الغرب كل الشغوف بيها، والاحصائيات تذكر انه 30% من عدد الشعب الامريكي يتابعون هرمجدون ويهتمون بهرمجدون، يقرون عنها كتب ويؤمنون بها وينتظرونها، وعدد مهول يعني 30% هواي. زين يعني تقريبا 100 مليون مثلا. احنا ينضحك علينا ها، واستهزاء واستخفاف، ومهديكم وذاك يقول له بالسرداب، ذولا توافه، والله توافه البشر، ذولا ما مصدقين بمحمد وآله عليه السلام، ما مصدقين بنبوة النبي، عبالهم رب العالمين خالق الكون فوضى هيك دزله نبي وأئمة وانكتله وظلت إشعيط ومعيط. لا حاشا لله، حاشا لله.
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يورثها من يشاء من عباده. فشي يقول النبي صلى الله عليه وآله: آيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتابع. الله أكبر، نظام بالي وانقطع سلكه تتابع، بعد انفرط طلع من السيطرة كونيا سياسيا اقتصاديا أخلاقيا كل فلت. التحدي اللي راح يواجه الإمام المهدي كبير، مو عبالك يعني، كبير جدا. اثنين، علي عليه السلام يقول: وتجيئكم آيات متتابعات كأنهن نظام منظومات انقطعن فتتابعن. نفس الحكي مال النبي. الحسين عليه السلام قال: نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، بالنسبة إلى حقبة الظهور. زين، هاي شو وقت تبدي الحقبة؟ يعني إلها علامة وما لها علامة، حتى نميز ياب إحنا بالحقبة. هذا الجيل، هذا الجيل فيه مثلا، ذاكرين الأئمة عليهم السلام أن هذا مبدأه: إذا رأيتم النجم المذنب في السماء. زين، اللي يسميه الإمام الحسين عليه السلام آية الآيات. التفت، آية يعني الآيات الوراي جنب وراء، صح؟ هو بدايتهن وهن شبيهن السطرا وراء، فهو آيتهن آية علامة العلامات. هيك يعني يريد يقول علامة العلامات المتتابعات كنظام الخرز، يبدأ من هذا. ذا طلع زين، هذا إذا أجي إخواني يعني تترتب عليه كوارث علميا. أنا راح أسولف علميا. بالروايات هو مذكور أن له ذنب طويل، العمود يعني يمتد من الأفق يعني إلى عنان السماء، عمود من نار تشوفه كبير يعني. هذا إذا وصل علميا إخواني، ما أرد يعني أعقد المنبر، بس اقرأوا قوانين كيبلر مثلا. شي يصير؟ أولا الحركة الدورانية للأرض تستعجل. ش قالوا عنها علامات الظهور إذا استعجلا؟ قالوا وراء، قروها بالعلامات، وراء إذا طلع يصير السنة، السنة كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنه، يقول الإمام الكاظم عليه السلام، يقول اليوم كأنه حرقة سعفة. جيب لك سعفة وحرقها، شقد تطول هتش اليوم، طب منها طلع منها بسرعة. مذكور أنه إذا طلع شي يصير؟ إذا طلع أخواني ركود الشمس في كبد السماء، هاي قوانين كونية مو لولا، هذا هو يسويهن. من يوصل على مقرب النوب كلش من الأرض تتباطأ، تثقل، تقف، تركض الشمس في السماء. أو يقول عندنا علامات عسعسة الليل، يعني ليل طويل يمتد أربعة أيام، إذا وقفت الأرض يصير الليل أربعة أيام، لو أنا غلطان الفيزياء تقول هيك، قوانين الفلك هيك تقول. إذا عقبنا وراح طبقا لقوانين كيبلر، مستحيل بعد الأرض تدور نفس دورانها العادي، ترجع عكس. علميا هذا قروه، أنا ما لا أسولف، أقروه اللي يحب يراجع موجود الحمد لله، المعلومة كلش متيسرة. إذا افترت عكس شي يصير؟ يا علامة، كلكم أذكياء ساعدوني وياي. أها حسنتم، ظهور الشمس منين؟ من مغربها. هذا مستحيل يصير، مستحيل يصير هيك بالعادي، إلا ظرف، إلا خراب نظام كوني. من يسويه؟ هو هذا آية الآيات. من يطلع لمن يخرب ويعدل وهو ماشي، هاي زمن سنين يراد لها، مو عبالك هيك صبح باكر أمس اليوم خلصت، لا مو هيك، سنين هاي. يتبع بعضه بعضا شوية شوية. من يطلع يقول النظام السياسي، الأئمة قالوا النظام السياسي يبدي يخرب. يا نظام سياسي العراقي العربي، لا العالمي، ملتفت، العالمي كله يخرب، يبدي يخرب توقيت كأنما، سبحان الله. تصير صراعات عالمية
بسبب الأكل يقولون. العلامات تقول، الروايات تقول بسبب الأكل، بسبب الثروات الاقتصادية تحديدا يقولون أكو ثروة يتعاركون عليها أقوى جيشين، جيش في المغرب وجيش في المشرق، أقوى اثنين ذولة يتعاركون على كنز في الشام، نفط غاز مدري زئبق شو مدري، يتعاركون على كنز في الشام. الأئمة قالوا إذا لوحت الأمور أنه ذولا راح يتصارعون هنا والترك يدخلون القلزم يدخلون على الخط، أنتوا يوصينا الأئمة يوصونا أنتم بطن الأرض أستر لكم وأحفظ وآمن من ظهرها، قلل الجبال وكهوف الجبال والأودية أأمن لكم من المدن. ليش يا آل محمد؟ لماذا؟ لماذا؟ بعد يوصونا إذا عندك بيت طب بالبيت ولا تطلع وسد شكو نافذة سترها وإلبس ذخين حتى لو حارة شتي. ليش؟ هاي وصايا صراحة قالك ليش؟ إيش راح يصير؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام يوصينا يقول إذا شفتوا جحر العقرب طلعوا العقرب قالوا له من رخصتك، يعني يريد يوصلنا فكرة أنه مهم الدخول في بواطن الأرض. العقرب قال له من رخصتك وادخل بمكانه حتى تنجو. ليش يا جعفر الصادق؟ لماذا؟ يبدو إخواني والله العالم حرب نووية. التفت، لا تنظر إلى أفق السماء فتعمي بصرك، توصيات هسه راح أقرأها. بعد وراها مباشرة وراها يقول يذهب ثلثا العالم تقريبا، أما تحبون أن تكونوا من الثلث الباقي وثلث يبقى، والمنتظرين للمهدي عليه السلام سيبقون من الثلث الباقي وعد أكو، بس بشرط ما تدخلون بالفتن. قال لا تدخلون بالفتن لا من قريب ولا من بعيد، كونوا أحلاس بيوتكم. إذا طلعتوا من هذا الخطر الناجم خلاص راح تطلع لكم مجموعة الصعاليك، سفياني أول سفياني ثاني مدري منو مدري كذا، شخصيات تطلع لانهار النظام العالمي كل انهار، تمام لولا. فهذا يفسر لنا شلون يأتي من الغرب السفياني وجايب ويا فلول عصابته ويقاتل في الشام ويملك الكور الخمس قنسرين والأردن وسوريا وفلسطين والعراق، ويدخل إلى الكوفة ويقتل ويسبي وإلى آخره، يلعب جولة. شنو هي تايهة؟ كل ساعة يطلع الدولة يطلع من دولة. نعم تايهة عالميا تايهة خلاص. بعد هذا يفسر لنا ليش هاي الشخصيات، اقروا في صفاتها وقد داهمني خلاص، اقروا في صفات هاي الشخصيات، ولا واحد عادي وطبيعي اللي يجون. اقروا في صفات السفياني، وجهه أبقع، وجهه أحمر بما أدري كذا، عليه آثار الجدري، صح لو لا؟ هاي تشوهات الحرب النووية آثارها شو تسوي؟ اتفاخات مدري كذا مو طبيعي، خلق مشوهة. شيخنا هذا حكي رعد له كذا ما لا 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 لا, لا. على كيفك وياي وشوف الأخبار العالمية زين. حرب بين أهل الرايات الصفر الثط يسمونهم مشرق الأرض ضد الروم بعد صراع بينهما على سوريا ومصر، إلى أن تحدث معركة عالمية يقولوا لها قرقيسيا، يشترك بها شكو جبار في الأرض ولحومهم تترس الأرض، يا سباع الفلات ويا طيور السماء كلي من لحوم الظالمين، هيك وارد عن أهل البيت عليهم السلام. فالشاهد يأتي المهدي عليه السلام على أنقاض عالم قد انهار، حضارة قد انهارت، فيبدأ يؤسس حضارة آل محمد دولة الدول. هذا النظام هو الذي سيهلك نفسه، يبدو هو هذا جشع وطمع وصراعات. انتوا جاي تتابعون الأخبار ولا
صار الحديث عن الحرب النووية مثل الحديث عن مونديال كرة قدم، منتبهين لو لا؟ ها؟ قبل ما كان، قبل تسمعون هالشكل من ناكازاكي وهيروشيما مثلا بالسبعة واربعين إلى الآن ماكو حكي عن النووية، بس هسه مع العلم 15 طن اللي انضربن على ذن المدينتين، هسه القنبلة الوحدة 15، هسه تدش قد كم طن؟ أقل قنبلة نووية قرأوا التقارير 300 طن. أي طورت الواد، طورت الناس. زين؟ إيش قد عددهم تقريباً الإحصائية بال 2015؟ هسه ما أدري، بس بال 2015 إحصائية منشورة يقولون بالعالم، دول العالم كلها إيش قد عندهم؟ 20,000 رأس نووي. قولكم الله أكبر. إيش تردون من عندنا؟ ليش؟ شنو صاير؟ الماي ما مكفيكم، الهواء ما مكفيكم، اشتردون يعني اشتردون من البشرية؟ ليش هالرعب هذا وهال؟ لماذا؟ يعني وحدة من عدهن كفيلة بنسف كل العالم تقريبا، ليش؟ وبعده يصنع. وين تردون توصلون؟ قالوا الإنشتاين كلمة مأثورة عنه، قالوا له الحرب العالمية الثالثة تطينا وصف لها، تقدر تطينا وصف الحرب العالمية الثالثة باعتباره ذكي وعبقري وحشب قوانين الكون وكذا؟ قال الثالثة ما أعرف شنو سلاحها، بس الرابعة أعرف شنو السلاح اللي يستخدمونه. يا رجل الرابعة، الثالثة إيش؟ قال لا، الرابعة أعرف السلاح شنو اللي يصير فيه الحرب العالمية الرابعة. قال له شنو السلاح؟ قال العصي وأجلكم الله النعل. ضحكوا قالوا ليش؟ قال إيه نعم ليش؟ قال لهم لأن الثالثة كل شيء ما راح تخلي، تدمر كل شيء. زين، هذا مرتقب إخواني، ممكن يعني ممكن يحصل. فأهمية تدارس علامات الظهور إخواني هذا وغيره. أنا هذا شيء بس مفتاح يعني، لأن أدري بعض الشباب ربما يعاتبني إذا يوصل الصوت إذا كذا، هاي بعد هاي ما قلتها، ذيك ما توسعت بيها. صحيح وقت يعني شو تسوي، الحكي هواي طويل والموضوع هذا بس مفتاح والباقي على همتكم. موضوع مهم أن نرجع لآل الله عليهم السلام، لوعد الله في الأرض، لآل محمد عليهم السلام. كل حياتك ارجع لهم، القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، هذا شعار خليه في حياتك حتى تنجو، وإلا الفتن كقطع الليل المظلم. هيك قالوا. نستلهم من علي الأكبر عليه السلام، من قال للحسين، الحسين في الطريق عليه السلام راجع، حتى تتعرف شوية شنو علي الأكبر، ليش الحسين يقول لأبويا على الدنيا، على الدنيا بعدك العفا؟ تدري يعني على الدنيا بعدك العفا؟ يعني ما أرد أعيش وراك أبويا علي. شنو من علي هذا؟ شنو من علي اللي الحسين يقول له ما أريد الدنيا وراك، أرد أموت وراك؟ في الطريق راجع جايين إلى العراق، الحسين عليه السلام هوم بالنوم على الناقة، فتح عينه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. بصفة علي الأكبر قال له أبا استرجعت، يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، خير؟ قال له أبويا علي شفت منادي بين السماء والأرض يصيح بينا بالقافلة، القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. قال له أولسنا على الحق؟ علي الأكبر شوف 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 الجواب، أولسنا على الحق؟ قال له بلى والذي إليه مصائر العباد. قال له لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. شكبر هاي الحكاية عبد الحسين، شكبرها أب ويسمع حكي تصبير من ابنه، تطمين من ابنه، شكد عزيز هذا الولد. أنا أسألكم الحسين شكد يشتاق الجد النبي، هو قال ما أولهني إلى أسلافي، يعني ما أشوقني إلى أجدادي، يعني دوم مشتاق لهم. يقول النبي كل ما اشتاقيت، يقول الحسين كل ما اشتاقيت الجدي أتباوع علي الأكبر. علي الأكبر من طلع علي الأكبر، الحسين عليه السلام ما اكتفى شبوقه، يقول حميد بن مسلم شبوقه الحسين ضم وليده على صدره إلى أن وقع على الأرض. أنت جاي تشوف الصورة؟
طاحوا للقاع طاحوا، وقعا على الأرض. ما اكتفى علي الأكبر، طلع الحسين عليه السلام قام مشى وراه خطوات، هو ما يصيح بعد، طلع يرتجز إلى القوم من حرقة قلب الحسين، مشى خطوات ورفع إيده قال لعمر بن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسولك نظرنا إليه. اللهم احبس عنهم قطر السماء وامنحهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. إش قد محترق قلب الحسين، إش صاير بقلب الحسين وراء علي الأكبر. الله أكبر. يقول جاء إلى الخيمة يودع أم، بعد الدموع جرت القلوب انكسرت، توجهت للحسين. خل نقرأ. يقول جاء إلى الخيمة يودع أم، ودعها بالخيمة وطلع داريدة وشبق ابنه وتحسر، داريدة وشبق ابنه وتحسر وقال له وداعت الله والدمع خار. الله وياك يا وليدي يا الأكبر، المنية تسلطت يا ابن علينا. ودع أبوه طلع صلوات الله وسلامه عليه، فوقف الحسين بباب الخيمة ينظر الراية علي الأكبر، مأنوس بعلي الأكبر، فرحان بوليده بحملات علي الأكبر. أم ليلى تنظر الوجه الحسين، وهاي حقيقة يعرفها كل أب وكل أم، إذا راح منهم وبنهم شي يصير بيهم، واحد يتباوع للثاني. نظرت لليلى قالت لا أبا عبد الله، أشوف وجهك اصفر وتغير لونك، فداك كل العالم بس تدري أنا أم وقلب الوالد على ولده، أصيب ولدي بسوء. قالها لا يا ليلى، الله يرحم عبرتك يا أبويا، أي والله. قالها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف القلب منه عليه. منو هذا؟ قال لها بكر بن غانم، هذا أشجع واحد بالجيش، شو أسوي وأنا غريبة بالصحراء؟ قالها يا ليلى ادخلي إلى الخيمة ادعي لوليدك، سمعت النبي يقول دعاء الأم بحق ولدها مستجابة، إذا عندك أم دير بالك على أمك ثروهاي تدعي لك دعاءها مستجاب. يقول طبت الخيمة هلية لو نادت طبت الخيمة هلية لو نايدته، يا الجبرت القلب يوسف كسرته، يا إلهي بالحسين وغربته، بالحسين وغربته اقضى حوائجنا يا رب، بالحسين وغربته شافي مرضانا يا رب. قالت لي يا إلهي بالحسين وغربته، ردت ابني منك ترجاها، لأن صوت الصايح بلحظة انقطع، ما درت ياه الصرع ياه انصرع، خميد عجل حومه والأكبر طلع، الراس بيده وطلعت اشمحلاها يا ابوي، اقبل العودة يتفطر مبسمة. شاعر يسولف لك، اقبل العودة يتفطر مبسمة، من العطش يشكي لنار المظرمة،
يقل ابويا شربت ما يقوى على الظما اقوى على الظما ويدري هاي الشربة ما يلقاها رجع للحومة وبعد من جيت طاح قلب حسين يمه بطيحته يمسح الدم والعرق عن قصته يا شمس عين الغبيت بضحاها يا ابويا يقولون اجى عطشان علي الاكبر قال لابويا ابويا ابويا شربت ماي تقوى على القتال عادة الفارس لما يقتل غريمة منازلة يطون هدية وهديتي هينة يا أبا يا حسين شو تريد قال له هديتي أريد شربة من الماء تسمع يا ولا شاب مثلكم قال 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 فإن ثقل الحديد أجهدني الله أكبر وحرارة الشمس قطعت قلبي الحسين قال لأبويا علي تعال ما صايرة بس أنا أسويها تعال ضع لسانك على لساني يقولون الأئمة الأطهار من خلى لسان الأكبر على لسان الحسين استحى ليش قالوا لقى لسان أبوك الخشب اليابس يصيح بصوت بويا حسين عطشان ذابت مهجتي من حر الأكوان من حر العطش والشمس خلصان دليل هنا يا بن سيد النبي بجا حسين ونحب واكثر نحيبة يقل الماء يا ابن منين اجيبه من كبد مثل كبده اكله هيبة يا ابوي اصبر وسدر للميادين هسه المقتل بعد هسه هيئتك للعزاء يقولون فخرج سلام الله عليه المرة الثانية وهو يرتجز ويصيح أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي أكرم وأنعم يقول هل 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 شبيه المصطفى كالبدر هل هل بزغ وام المعالي تصيح ام المعالي الحرب بزغ وام المعالي تصيح هلا هلا هل هل غنى للرمح والسيف هل هل او رقصت روسها فرسان ومية شنو من بطولة هاي يقول بيناه ويقاتل الاعداء ادخل الرعب في صفوفهم واذا بلعين الله الله يقول برمح طويل بقناة ضرب الاكبر على خاصرته أين المنادي وعليا أيوا سيدا وشهيدا وغريبا يقول بالنصار عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس وقع وتوارده بسيوف الناس اي والله شو بقع المهر لا شو بقع المهر ويلي والمهر فر شو بقع المهر لا بالا يودي
لبوه حسين عن القوم يحمي وثار المهر للعدوان فربي وشبقه بموسط العسكر الصرخة يقول هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمح فصاحب أعلى صوته كل ما عنده قوة استجمعها أو صاحب حسين أدركني يا أبي يقول من سمع الحسين صوت علي أولي من سمع صوته والله ودلي بكل طور أقرأ على الأكبر استاهل شباب آل محمد يا ويلي من سمع صوته غابت مويه جت منه وصار بي بعد قال ثلاث مرات قام وطاح لا كان يجذب الون اي والله سمعت صيحة النسوان او صارت بي الخيم حن شوفوا الحيرة قال ردي سكت النسوان او تعنى الخطة الميدان شلون شاف ابنه قال شافه موسد التربون قعد يم راس مدلولة وعيني سيئي المجرى قال قلولة لابن نصار أذيتني حسين في عالم المنام يقول الواحد من خدام الحسين الشعراء قال له قل لابن نصار أذيتني شلون سيدي شاعركم خادمكم قال له حكى قصيدة أنا صدق قايلها على الأكبر إيش قال؟ قال له من قعدت يمه قلت لكم ودنور العيون ولا بعد ظن خمد نور العيون ولا بعد ظن ودرب يلم دلل بيش وجدن عقبك بيش وجد الدرب يا عيوني وعلى وليد المدلل خابت ظنوني شوف شي يقول له يقول له تغير لون وجهك يا بعد لوني مو يومك الساعة نريد نتهنى يا أبويا نتهنى يا بعرسك والعمام تشوف شيت ابن المنصة وشيت عدل الحوف اشبيب زفت ارماح ونبل وسيوف ومن دم النحر صارت للحنة إش بيب وبعد هي لذت بنفسه يا محبوب يا مونس هلا بحس يا عريس يا عريس متن ولا بعرس يا متن ولا بعرس ومين دم يا ويل عجنة والحنة يا أبويا الأصعب قالوا الحسين راد يشيل علي الأكبر ما قدر يشيل وليده صاح يا بني هاشم هلموا واحملوا علي صاحب صموت يا عباس لما يا ورد حضننا وجم وصف جاء به وضعه في خيم القتلى وقعد يبكي الحسين يمه النسوان كلهن صاحن طلعن تلقن على الأكبر بالصياح والنياحة والعزاء لكن الحسين دخلت علي زينب قالت لأخوي اطلع من الخيمة ليش ابكي على وليدي قالت لها يا أمه تستحي من عندك عدا حكي خاص ويا ابنها
قال ماك وما انا عريد ابكي احب ابكي وياها على وليا. دخلت تدخل الخيمه، دخلت للخيمه شو تقول له؟ ام تقول له جنت عيني الاكبر وانطفت عيني يما، جنت عيني الاكبر وانطفت عيني بيشي فيه يتعقبك صفك شفيني. انا مالي لوم يا ابن ولا اعتاب عليك، موزع بالمواضي والطبر ماذيك تحشو يا الاكبر بعد ما يبيك، وانا عندي شبقة وياه اللي يسليني يا يم. ليلة تندعي عود بسلامة وتفرفيح بقت مثلي الحمامة، يما تصيح اللي يا ابني شلون انام يا يما يا يما يا يما. عليك كتلتني الملامة مأجورين، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد فصلى بالله انفاسك شيخنا. يا حسين وين